مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعي تلجراف مصر في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم من جديد. عاجل وصول سفينة الغاز الجانحة بخليج العقبة لميناء سفاجة البحري لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح. مشاهدينا ومتابعين تلجراف مصر في كل مكان، كنا متابعين مع حضراتكم لحظة بلحظة كل تفاصيل هذه السفينة الجانحة التي جنحت في خليج العقبة مشاهدينا الكرام، التي كانت محملة بالغاز. واليوم أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر باستقبال ميناء سفاجة البحري اليوم سفينة الغاز الليبرارية التي جنحت أمام خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة مشاهدينا الكرام في كل مكان. وموقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري، ومنها إلى ميناء سفاجة البحري، وذلك لأعمال الصيانة والإصلاح مشاهدينا الكرام في كل مكان. حيث أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر استقبال ميناء سفاجة البحري اليوم سفينة الغاز الليبرارية التي جنحت منذ أيام قليلة أمام خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ، ومنها إلى ميناء سفاجة البحري تحت إشراف الجهات المختصة وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود. وهي بطولة يعني، وحيث يبلغ طول تلك السفينة 158 مترا و 21 مترا عرض تلك السفينة، وغاطس بعمق 5 متر و 6 من 10 متر مشاهدينا الكرام في كل مكان. وأكدت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في بيان عاجل لها منذ قليل، يتابع اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر دخول السفينة على الرصيف بمعرفة مرشدي والأطقم البحرية والجهات المختصة للهيئة، حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والإرشاد والإنقاذ داخل الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر مشاهدينا الكرام في كل مكان. كما أيضا وجه اللواء المهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد بالوحدات داخل ميناء سفاجة وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة. كما أكد أيضا على جاهزية مواني البحر الأحمر على مجابهة أي موقف اضطراري، حيث أنها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الأحداث المختلفة مثل تلك هذه السفينة مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. بنعلن لحضراتكم الآن في خبر عاجل من الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بوصول السفينة التي جنحت قبل السواحل في بخليج العقبة في جنوب سيناء، حيث استقبلت ميناء سفاجة البحري اليوم أو منذ قليل سفينة الغاز الليبرارية التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ، وكان تم التحفظ عليها من قبل الجهات المختصة في جنوب سيناء. ومنذ قليل أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر أن ميناء سفاجة البحري استقبلت تلك السفينة تحت إشراف الجهات المختصة وإدارة المحميات الطبيعية مشاهدينا الكرام في كل مكان. وأكدت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومنها إلى ميناء سفاجة تحت إشراف يعني الجهات المختصة مشاهدينا الكرام وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود. وهي
تبلغ طولها 158 مترا، وكما يبلغ ايضا عرض السفينه 21 مترا، بغاطس يبلغ 5 امتار و6 من عشره. واكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئه مواني البحر الاحمر دخول السفينه على الرصيف بمعرفه مرشدي والاطقم البحريه للهيئه، حيث تتوافر الخبره والتدريب على اعلى المستويات لعمليات القطر والارشاد والانقاذ. كما ايضا وجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئه مواني البحر الاحمر برفع درجه الاستعداد القصوى بالوحدات البحريه بالميناء، وتقديم كافه التسهيلات لتنفيذ العمليه والحفاظ على سلامه السفينه بالتنسيق مع وزاره البيئه للحفاظ على الشعاب المرجانيه والبيئه البحريه بالمنطقه. كما اكد ايضا على جاهزيه مواني البحر الاحمر على مجابهه اي مواقف اضطراريه، يعني حيث انها مزوده باحد القطارات او الوحدات البحريه القادره على التعامل باحدث التقنيات مع الاحداث المختلفه، مثل حادث يعني العطل المفاجئ الذي حصل من السفينه منذ يوم الجمعه الماضيه. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وكنا متابعين مع حضراتكم لحظه بلحظه كل تفاصيل تلك السفينه مشاهدينا الكرام، طبقا للبيانات الرسميه التي يعني اعلنتها الجهات المعنيه مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. كما ايضا يعني اكدت الدكتوره ياسمين فؤاد ووزيره البيئه على ان ما زال جاري عمليات يعني حصر الخسائر التي تسببتها تلك هذه السفينه من الشعاب المرجانيه في منطقه جنوب سيناء مشاهدينا الكرام، من قبل فرق متخصصه من التابعه لوزاره البيئه مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. مرة أخرى بنأكد لحضراتكم في خبر عاجل، طبقا لبيان عاجل من الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بوصول سفينة الغاز التي جنحت منذ أيام بخليج العقبة، تم وصول هذه السفينة إلى ميناء سفاجة البحري لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح، حيث استقبلت ميناء سفاجة البحري اليوم سفينة الغاز التي جنحت أمام خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها لمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري، ومنها إلى ميناء سفاجة البحري تحت إشراف الجهات المختصة وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز او للوقود مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. حيث يبلغ طول تلك السفينه 158 مترا، ويبلغ ايضا عرضها 21 مترا، بغاطس يبلغ 5.6 من عشرة مترا. ومن جانبه اكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئه مواني البحر الاحمر دخول السفينه على الرصيف بمعرفه مرشدي والاطقم البحريه للهيئه، حيث تتوافر الخبره والتدريب على الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والإرشاد والإنقاذ مشاهدينا الكرام في كل مكان. كما أيضا وجه رئيس هيئة مواني البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات البحرية بالميناء، وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية البحرية والبيئة البحرية بالمنطقة. كما أكد أيضا جاهزية مواني البحر الأحمر في أي لحظة على مجابهة أي موقف اضطراري، حيث أنها مزودة بأحدث القطارات والوحدات البحرية القادرة على التعامل في مثل تلك هذه المواقف مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. احنا بنرصد لحضراتكم في خبر نبأ عاجل من طبقا لما أعلنته الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر بوصول سفينة الغاز التي جنحت منذ الجمعة الماضية قبل السواحل في محافظة جنوب سيناء، تم وصول أو تم استقبال هذه السفينة في ميناء سفاجة عذرا لإجراء عمليات الصيانة وصيانة العطل التي حدث بها مما تسبب لجنحها أمام خليج العقبة في محافظة جنوب سيناء مشاهدينا الكرام في كل مكان.
مرة أخرى في نبأ عاجل استقبلت ميناء سفاجة منذ قليل. سفينة الغاز التي جنحت منذ أيام قليلة في محافظة جنوب سيناء قبل خليج العقبة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالسفينة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعين مع حضراتكم على مدار الساعة كل ما هو جديد بشأن هذه السفينة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.